السلام عليكم ورحمة الله. ويلكم ويلكم، أهلا أهلا، يا مرحبا الساع، يا مرحبا، يا ويلكم باك، أهلا فيكم جميعا في الجداد والخدام والموجودين والجميع إن شاء الله. أبى أشوف الحين الأوفر فيو أفرج ستاف هابينس. بوم، منو بوم هذا؟ الكيو عليه طويل. واو، أبوك اللي أبوه، وابوك اللي ابوه يواعينه، يواعين يواعين ياه، يعانين. حصل بعضهم يقول لك ما في اكل، بعضهم يقول لك ما عندي، ما في شرب، ف لازم نضيف بعض الامور، بعض الامور، بما ان هذه منطقة فيري الذهنية. هالمكان شكله جميل، معهم احس انه بيركب ركبة حلوة ولا لا؟ ما بيركب صح. وهذا صغير، اوه اسمي استوالة فت في المكان مش طبيعي. خليه يفتح هني، نبغى درينكس. وين بايرت؟ ما في عصاير بايرت؟ عصير البايرت والله حلو، جاب حصة بعد على الشارع، سوالي اكشن شوية. هني بيجيب لهم عصاير الصراحة، هني احس ان ناقصنهم، ممكن يشترون بعد زيادة. وابوك حركات نسويها بالطريقة هاي. نسويها ما باهم يجابلون بعض. شوفوا الحين، اوكي الحين اوكي، هم يشربون عصاير لكن يعني، ويبالهم مكاين شوي. شبات صغيرة ستاندرية، بيكون فنان حبيب رقم واحد. أرى مش ذي كاستم، بس بيطول وايد يعني، بيكون أوفر يعني، too much. بارك انترنس، انا خربت البارك من البداية، من يعني المدخل، ما ظني يوسع هنا مكان مدخل الصراحة. انسى زمانك، ما في شيء يركب هنا. تقولون يركب؟ خليني ابني هني. انسى زمانك. زين هذا ابستراكتد، نسوي مدخل فعلي هني يعني، بس خربنا مدخل الحديقة. خلاص خلاص، جبت العيد والله اني جبت العيد، ما في خلاص، العيد العيد. انزين، ابى اسوي هني مكان دعاس وحول العاب صغيره. الحين هني في عندنا لعب العاب صغيره، بس ما عندهم شو. ابى اسوي انا بعدين برايكم شو سويت، بس الحين ابى اسوي مكان دعاس. وش كبره هذا؟ يا الله تراك كبير، هذا مو بصغير، تراك كبير يعني صراحه. فيه اللي حاطين غرسة شامبين هني ليش؟ بس يباله انترنس.
هالصوب ترانس حلو. خلنا نبني كيو. عندي مشكلة هناك بعد في الألعاب المائية. شو الكيو؟ خلهم يكون عند الدعاس مرة. وعندنا المخرج، مخرج صغير طبعا، مخرج صغير ما حيث كان في ريسيرش حق برايورتي، بس نحن ما عندنا ريسيرش لنا. توتال اوبجكتس اوكي، رنج ريسس اوبن على طول. هذا ما في مزاح، ما يمزح ريال. انتنسيتي نخف شوي، نرفع لفوق، نسويه هني نفس الاماكن الثانية، نرفع الارض شوي، لان الارض مرة واحدة شو يعطيني الارض؟ شو تعطيني الارض؟ تعطيني طابع ان الحلبة مبنية على شيء، مش انه خلاص بنا وخلاص وسوينا يعني في اساس. احس ان في اساس يعطيني انا الاحساس هذا، يعطيني الاحساس ان المكان هذا في له شيء، في له تضاريس. ولا العادي ما احس ان المكان فيه له تضاريس، ما احس اي شيء، ما احس يعني احساس ميت. طبعا احنا نمشي على الثيمات الجاهزة. ما نمشي على الكاستم. يمكن في المستقبل اذا سلسلة شفتها زينة وحابينها انتو اكثر ان نزيدها، ممكن نزيدها. بس حاليا احس بنمشي على شغلات البريست اللي عندهم، نشوف شو نقدر نسوي في الحديقة في الامور اللي عندهم. على فكرة الناس السياح مو بيون، ولا زوار الحديقة مو بيون اذا شو اسمه حلو الحين، حلو اذا ما في اتراكشن عندي، يعني ما في شيء يجذبهم، يعني اذا ما في سيناري مثل ما تقولون ما بيون. فالواحد يوم يسوي اي شيء هني من الحكمة ان شيء يسوي سيناري. يعني تبون هاي الناس تزيد، تبون كمية اكبر. هذا فنان حقه هناك، لحظة تحطي هني، بحطي تحت الشير اللي يخوف. دقايق بس نحطي شارع اسود، والشارع الاسود نحطي وين؟ هني مرة تحته، حتى دربه اسود. المكان مرعب، يعني مكان مرعب. وشنو بنحطي؟ بنحطي شير، نخلي المكان مرعب اكثر. اللي يدخل يشوف الساحرة يقول يوه، بس هذا هو اللي بتجيب العيد. خلاص لا، ابو بش الصغار الناس يطلعوا منو الساحرة. اوكي، وعندنا في الهستوري مالنا مستعملين هذا نحن. شوفوا في الليل بيته راح يكون مرعب. هذا الحلو في اللعبة، شوفوا اقدر احط اللي اباع المبنى، يعني مش لازم هذا، مش لازم اني وين صار صديقي، لحظة وين صار؟ حاط انه ما كان الناس مستانسة شوي هو، بس انه وين كان؟ كان في دران انا متأكد. احس اني ضيعت بيلدينج كاستم. ايوه هذا
World Pieces. شو نبغى؟ نبغى يدار، نبغى يدار. وين يدران قديمة؟ ندور الحين يدار. شو خشب قديم شوي إذا كان عندهم، ما في إلا هذا اللي هم مش قديم. إذا واحد يدور على ثيم معين يتعب شوية. تشوفونها بس من الشباك. طبعا بما انها ساحرة يعني. ما انها ساحرة لازم يكون مش قادر اتحكم فيه ترى. الا اذا انهي هذا وانهي هذا. اوكي، وانهي مرة ثانية. ما بيدار سيدة، ما ابغى سيدة. حتى هني شوي مخبص يكون على اساس النباب. هني على اساس النباب. ونحركه وين؟ اوكي، شكله بحطي هني اخر شيء في هذا. نطلع من هايل، نشل هذا من هني، حطيه هني، ونحطي للدرب هني سينري. شارع اسود، بحصة اسود. حتى شارعها تشوف فيه حصة. خلنا خربة لان الشكل مرتب، وانه ما بشي شكله مرتب بالطريقة هاي صراحة. اخاف حد يزلق هني يموت، يحشروني عقب. الساحرة ما ابغى اللي دار صح مرتب، ابغى اللي دار شي مقصقص ملعوز مسواي وهالامور. خلاها شوي غير يكون شوي. هاي بهني لا ما بيضبط، بيطلع مو بشي. ما عليكم واقف بالطريقة هاي لأنها ساحرة، شوفوها. يحاحا مام انه الشر بعينه. ألا رأيت الساحرة واللي طلعها من هناك يشوف عليها نار. مشكلة مش هنا، مشكلة اللي طلع منها يشوفوا. تخيلوا تطلعون الساحرة انتو الحين مهني. يا ساتر يا ساتر، لو تفر عليهم تعويذات، تعويذات من خاطر اسفر عليهم. طبعا ليش البيت هذا مال؟ هالبيت جديد، بيت جديد ما ينفع الصراحة، ما يمشي الوضع. بيت جديد والدنيا الكلام ما يمشي هني. لازم البيت يكون مطحلب شوي. شوفوا شوفوا شوفوا، بيت سحرة يعني، مش بيت انا ابو نظيف وحالة لله وهذا ما يصير. بيته هني
الإدران نفس الشيء طبعا. الإدران نفس الشيء، لازم تكون بطحلبة. الناس تحس ان والله ما ادري بيت سحره ولا بيت ضفدع، بس ما عليه، انا احس انه بيطلع اوكي من بعيد. لازم، انه الظلام اميرة، الظلام اميرة الخراب المفسدة المخربة. نعم انها الساحرة. نعم شوف الساحرة، شوفوا شوفوا بيتهم. في شير بيطلع في بيته، شوفوا ما ادري، شوفوا فيلم رعب هم هاي. هذا الهدف كله. شوفوا البيت الحين، الحين هي بيت ساحرة شوي، عفن شوي هذا. زين لحظة، أنا كنت في موضوعنا الجديد، وين هني استوى الزحمة ولا بعد؟ يوه الزحمة اللي هني، يوه خلنا نحط الدقاكين بيسترزقون وساكين. حاطي لهم أول شيء، نبغى شيء شكله أوكي يعني حق ريس يعني حق السوالف. زين مدخل بيكون من هني. كان عندنا حد مشكلة في الشارع هني قبل داخل، خلنا ما نعيد نفس المشكلة، نسوي أرضية أوكي. ونحطيلهم طبعا زبايل، لان تعرفون الناس نحن خلاص تعودين عليهم، شوي طفسينهم، اذا ما حطينا لهم زبايل بيخيسون الدنيا. نحط عند كل زبالة كرسي كالعادة. يا الزحمة كيف عليه الناس مرتصة. هذا انا سويت حسابي غلط يعني، في الكيو كان يبغى كيو اطول. ممكن احطي برايورتي عقب، شوف الناس عندها تذاكر في اي بي نبيع باغلى، يبغى لنا نشوف صح. بس عقب خلنا نخلص هاي التراتيب اللي هني، عقب شو بنسوي نرتبها صح. ثيم الحديقة احاول اني ما انحرف عنه وايد يعني، عندي ثيم انا ماشي عليها، عندي طريقة معينة ماشي عليها، احاول اخلي الحديقة وايد متشابهة من وايد نواحي. هاي الله يسكن الحمامات حطيناها، الحين شو يبغى لنا؟ بارك انترانسس طبعا، لا انفو ديسك بايرت انفورميشن بوث، لا نبغى هذا انفورميشن بوث ثاني. اللي حد يبغى تذاكر هني ما يروح اخر الدنيا يجيب تذاكر، لا يكون موجود هني. اللي ما سويناه نحن اللي هو هذا، حلو التصميم هذا. جست مومنتو، سوي لكم بالطريقة هاي، تدخلون وتطلعون ويا بعض، اموركم طيبة. هذا جفت شوب، هذا لازم يبيع عليها مسامر. خلينا نشوف على كم يبيع حبيبي. 2 3 4 بس يوزول شوبس. قاعد ترفع الاسعار على العالم، خلى الناس تي. وصلنا 1700 شخص من الاسعار اظني، لان الحديقة ماشية بخسارة. هذا يعني كله فود ستول، بس احاول امشي كله يكون نفس الثيم تقريبا. بس شو ابغى احط في الوسط شغلات حلوه يعني. هذا اكل كذا كذا مطعم في بعض، شيف بيف، هذا شو اسمه، اقول اقلع الشر اقلع الشر اقلع الشر، اقول 3 4 اقول عن استهبال. انت اوكي اسرع مسوي لك سعر،
حلو. ابى احط شيء هنا في الوسط يناسب المنظر. بلو برنت بيكون حلو. ها فنان لو احطيه هناك عند الساينتفك سكشن مالنا بيكون وايد حلو. بس اذا في شيء يخص في سيارات بيكون وايد حلو. احنا قاعد نمشي على البريست. تماثيل تماثيل ستيسيوس فاير ووركس ما نبا. شوف الكاستم شو عندنا. كاستم ما ظني بحصل شيء انا ابوه بالطريقة هاي اللي انا متخيل انها يعني. فشو بسوي؟ هذا شكله حلو حق مكان فيه سيارات. هذا فنان حق مكان فيه سيارات وايد اوكي. اذا نسوي اول ونكتب مثلا ابا تاير ما في. قال لي انسى زمانك انت تدور في المكان الغلط. ابا شيء احطيه حول الحلبة. والله هذا فنان. هذا فنان وهم يتريون هني مع الطابور. خليهم يتحمسون شوي. ادري انه مكتوب كاربان ويل بس فيري نايس. عجبني الصراحة. فري هاللعب الواحد يمشي مع اللي يعيبه شوي ويشوف شي يضبط وياه. تفرق وايد. لان لو بمشي على كل ديزاين وايد صعب اني انا اخلص. على اساس انه مكان فضائي ولا كيف؟ لا شكرا. ستيم شوفل ستيم شوفل بيس. يمكن احط هاي الاخ. ايوه قبل ندخل في شغلات فيها تواير. هذا مال دعاس مال الاولين. لو احطي فوق شو يستوي؟ تمعالك فوق. هذا بين الماضي والحاضر. فيري نايس فيري نايس. بين الماضي والحاضر نحن قاعدين نحطي لهم يعني. هم بيركبوا سيارات دعاس ويشوفون ويلز. خاف يحسبون السياكل عقب ما ترى ما تمشي ولا شيء من هالقبيل. ازعل عليهم عقب تقولون يعني. شو شعوركم انتو؟ نبغى نشوف تحت في الكومنتات شو رايكم انتو في الموضوع ككل يعني اصلا. ساعة عجيبة هاي. في شغلات حلوة في شغلات حلوة في شغلات حلوة الصراحة. سكروا اظني لان ما في زحمة. انا سويت اللعبة الجديدة هاي وكلت الدنيا الصراحة. الرنك هاي اظني ضربت في سوق العاب. هني زحمة هني زحمة وهني زحمة. لا في جو عندي في جو. The cube almost too full. زين full زين full. What can I do؟ اذا هو full بالطريقة هاي. هذا ليش زحمة غالي؟ 2.5 يلا خلي الناس تي. هذا بعد ما على سيناري لحين ترى. هذا من اسوي على سيناريو اوف 93%. اوه حسب على اللي قدامه. يو حسب على اللي قدامه يعني جيج يعني خلاص استوت. انزين الحين بسوي شيء اللي هو غير منطقي طبعا كالعاده. انا اسوي شيء منطقي. انا اصلا انا اسوي شيء غير منطقي. اسوي لكم شيء ابدا مش في المنطقه ولا حتى قريب المنطقة. زين هذه القاعدة. الحين بدور برج او سيناري فنان يكون.
ورا مش هذا، لا بيلدينج ابا، وابا لارج بيلدينج، لارج يمكن. شوف شو عندنا لارج، واو كل ابو هذا فوق اللارج يا جماعة، بس فنان هذا. هذا يوم بسوي القطار اظني، ولا بحطي، ما كان في بالي انا شيء نفس هذا الصراحة، بس it is nice. هذا دوك بيلدينج، دوك بيلدينج تصدقون في مجال نحطيه على نهر ولا شيء، بس ليش بحطي داون تاون بيلدينج هني؟ هذا هو السؤال. في حد يطالع الريس يعني؟ does not make sense for me، يعني does not make sense. يو الناس كلها مسوي عماير هنا، هذا صراحة انا عايب اني شكلي بحطيه. بس مش هني، مش هني ابدا. الحين اللي بسويه بحطي هذا، وهذا وباث ما له داعي كالعادة، شكله هذا اذا حد يبى يتمشى يمكن، ولا يمكن حد يبى يتمشى. شوفوا هذا حول المنطقة، كل شغلة تاخذ وقت طيب، كل شغلة هني على اساس ان في ناس عايشة هناك يعني، عرفتوا هذه الحركات، هذه هي الحركات. ما نبغى، نبغى الكاستم، نبغى التريز، مش هتريز، نبغى التري المخروطي اللي هو يليق على منو. ايوه سوالف نفس هاي، هاي تليق على هالبيوت. هذا يكون مرة جبالة، كان في حد عايش هنا، كان الملاهي الحين في نص العالم، عرفتوا. فأنت يوم تكون من تحت هني تي شو تشوف ورا الملاهي، يوه الطابور، يوه الطابور، طابور أليم، طابور مؤلم جدا. خلي هالمكان شكله، المكان يباله هذا، الممر هذا بس. بس الناس اللي موجودة تستانس شوي، أماكن الدعاس نهتم فيها، عرفتوا، تسويها شوي الطريقة هاي، حسة حلوة بتكون. اظن السيناريو فول الحين عند هذا، خلاص اي والله فول 100%، خلاص في بقى عنده بيوت وغابة ودنيا وحركات وهذا، بس احس ناقصنا شيء، ناقصنا شيء مثلج بعد زيادة، لا مش مثلج يعني، بس ناقصنا شيء. اذا حد حاول يسرق المكان، طبعا حطينا اماكن زيادة، فخلونا احط 2 سكيورتي. آخر مرة كان عندي مشكلة، سويت مكان بدون امتداد وتلعوست، ونحطي واحد ميكانيك حق المنطقة. أظن آخر شي بيتمشون على كيفهم، ونحطي 2 ينظفون رغم الزبايل، عالم مش نظف صراحة، صراحة جدا يعني، صراحة صريحة يعني. خاطر أسوي جسر يطوف من فوقه،
بس يكون شوي شغلانه بيكون. ممكن احط شيء في الوسط على فكره، يعني كان في الوسط جدا جميل. ممكن احط فيه قلوب. كراسي في الوسط لا ما تنفع. بلوبرنت ما بخلي فاضيها بالطريقه هاي، كون مو بشي ابدا، ما ينفع فاضي. ايوه هاي سوالفكم. هذا النخل خلي لي ما يشوف هناك، ما يفكر في اللي هناك. ابي يضرب فين زين. ايه الحين استوى اوكي، سويت احسن وايد الحلبة. هذه الحلبة، هذه حلبة سباق السيارات اللي اليوم في الحلقة هاي بكتب فيها ان شاء الله. حنخليها نسوي لكم شغلة ثانية، مرة نراويكم معظم اللعبة عقب، خلاص عقب جي جي كوت ودر اللعبة. ما يستوي حتى هنا شفتوا، ممكن اذا بالضبط حطيتها يمكن هي. هذه حلبة السباق، مستانسين مبسطين فيها العالم. شوف 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 الطابور مطولة عليها. وهذه كانت بالنسبة لحلقتنا اليوم، حلبة سباق السيارات. نشوفكم ان شاء الله حلقة قادمة ان شاء الله على خير.